ها أنتم يا هؤلاء جادلتم رسول الله محمدا صلى الله عليه وسلم فيما لكم به علم من أمر دينكم ومن أمر محمد صلى الله عليه وسلم ونعته وصفته المذكورة في كتبكم ومن أمر موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام ومن أحكام التوراة والإنجيل مما تعتقدون صحته في كتبكم سواء أصبتم أو أخطأتم أو جادلتم فيه بالباطل فلما تجادلون فيما ليس لكم به علم من أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وليس في كتبكم أنه كان يهوديا أو نصرانيا وكيف أبحتم لأنفسكم أن تجادلوا في أمر ليس لكم به علم أصلا والله عز وجل يعلم الأمور على حقيقتها من غيب وشهادة وأنتم لا تعلمون سبحانه وتعالى له وحده العلم الكامل والمطلق الله يعلم حال إبراهيم ودينه وأنتم لا تعلمون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم